بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، يطيب لي أن أتوجه إلى كل التونسيات والتونسيين، وبالخصوص مواطناتنا ومواطنينا المقيمين في دول الخليج الشقيق، وأؤكد لهم أن دولتهم يعني مهتمة بهم، ولكن أيضا أن لنا ثقة في قيادة الدول الخارجية الشقيقة في تجاوز هذه الأزمة التي نتمنى أن تكون وقتية. مهما كانت المآخذ، فإن الأمر يتعلق بخلاف داخل الأمة العربية والإسلامية، ويعني سحابة صيف عن قريب التقشعي، لأن كل شيء بالحوار يجوز. وأريد أيضا أن أقول أعادها الله هذا العيد، أعاد الله هذا العيد على شعب تونس وعلى شعوب الأمة الإسلامية قاطبة باليمن والخير والسعادة. ويطيب لي أيضا أن أنوه بأن يعني شهر رمضان المبارك مر بسلام، سواء كان من الناحية الأمنية أو من الناحية الاقتصادية، وهي مناسبة نتوجه بها إلى قواتنا الأمنية والعسكرية بالتحية لما أنجزوه في مقاومة الإرهاب، هذا الإرهاب الجبان الذي أتى بحياة شاب صغير يعني خليفة السلطاني، وكذلك أيضا بهذا رجل الأمن المجدي الحجلاوي يعني رحمه الله ورحمهم الله، وتعزية لأهلهم وذويهم، وتعزية أيضا للدولة لأنهم دولة يعني هم أبناء هذه الدولة. فما أريد أن أحيي ما أنجزته هذه الحكومة، حكومة الوحدة الوطنية، في ما يخص يعني نسق التنمية الذي ارتفع ولو قليلا لكن في الاتجاه الصحيح، وكذلك أيضا في سيطرتها على موضوع الإرهاب، ويعني دخولها في حرب أيضا ضد الفساد، وهو حرب لابد أن نواصله ولا نتراجع فيه، ولابد أن يتحقق حوله الإجماع الوطني حتى يعني تونس شيئا فشيئا تخرج من الوضع اللي هي فيه. وأنا أعتقد أهني تونس أن نسق سكة الإصلاح يعني سائرة، وموضوع الديمقراطية محقق وسير سيرا طبيعيا، وإن شاء الله هذا العيد يعني لا يعود إلا بالخير على الشعب التونسي بتمامه وكماله، وعلى تونس وعلى أبناء تونس نساء ورجال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.